السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب للمنوميات. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل جرس سويسو جديد. اليوم جبنا لكم فيديو جديد حل مشكلة سويت كوين. كاين بعض الناس ما يعرفوش كيف يخدموا به، وكاين ناس بين ما يعرفش بين الخطوات والنقاط. اليوم جبنا لكم حل هذه المشكلة. يقول لي حبيب نمشي وما يحسبليش النقاط. طريقة سهلة جدا نحلو هذه المشكلة. أولا دخول هذا التطبيق، تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. هنا عندي دوكا هنايا عندي 31,000 خطوة، وعندي 3,654 نقطة. كيف هذا نحل هذه المشكلة؟ أنا نمشي وما يحسبليش النقاط. هنا يقول لك إكمال إعداد، نضغط هنايا، عاود نضغط هنايا بهذه الطريقة، نزول إلى أسفل، ندخل تطبيقات ثم إدارة التطبيقات، ثم في خانة البحث نكتب سويت كوين، نعطيلو تشغيل تلقائيا بهذه الطريقة، وضغطها هنا، عفوا هنا في هذا المكان، نعطيلو الصريحة للجميع بهذه الطريقة، ثم الخروج، ثم نعود للتطبيق، ثم ابدأ من خطوات تحويل النقاط اوتوماتيكيا تلقائيا، عفوا دي الخلفية تخليها الخلفية هنايا، وانتاك تمشي وراه يحسب لك كما انا هنايا. ها هو اني ماشي 130,000 خطوة بهذه الطريقة. اجمع الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس سكو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.